قناة الحوار التونسي أو في قناة الحوار التونسي. مرحبا بكم في حصة جديدة من الشباب والطلبة. حصتنا لهذا اليوم عفوا باش تكون حصة نقابية بامتياز، حصة تتمركز حول الاتحاد العام لطلبة تونس. الأيام القليلة الفارطة صارت مجموعة من الاعتداءات على الطلبة، محاولة الاعتداء بالعنف على وائل نوار الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس مؤتمر البناء، وكذلك يوم 27 جان في الفارط اعتداء على مجموعة من الطلبة، استدعينا واحد منه علي بوزوزية عضو مكتب تنفيذ الاتحاد العام لطلبة تونس مؤتمر البناء. مرحبا بك علي. كذلك في البلاتو معنا أمال همامي نائب أمين عام اتحاد طلبة تونس مؤتمر البناء. رحب بك أمال. كذلك موضوعنا اليوم باش يكون على أحداث العنف الموجودة في الجامعة التونسية طيلة الأيام الفارطة. كذلك باش نتحدثوا بعد قليل باش يلتحق بنا عضو مكتب تنفيذي كذلك في الاتحاد زياد خلوفي باش نتحدثوا على وضعية المنح الجامعية، كنا ذكرناها في الحصة الفارطة ولكن باش نتحدثوا عليها بأكثر تفاصيل في هذه الحصة، وكذلك باش نتحدثوا على وضعية كليات الحقوق والنضالات التي لا زالت متواصلة في كليات الحقوق منذ أيام وكان ما زالت باش تتواصل. إذا ننطلق بطرح السؤال علي بوزوزي هو عضو مكتب فيدرالي للتصحيح فقط مش عضو مكتب تنفيذي. علي، صار الاعتداء عليك يوم 27 جان في 2014 في كلية الحقوق في تونس، إذا كانت تعطينا تفاصيل هذا الاعتداء. بنهار 27 جان في أنا ماجستير في كلية الاقتصاد تونس، كان المفروض نهار 27 جان في أنه تخرج مسيرة في اتجاه وزارة العدل بعد أكثر من أسبوع، معناتها الرفاق وطلبة بيتين في الكلية بتبيع ضد القرار متاع اللي اتخذ الذي اتخذه نذير بن عام وزير العدل، فهمتني، واللي يضرب استقلية القضاء. القرار هذا معناتها كان يطالب فيه وزير العدل بانتداب وبتعيين 533 قاضي من الأساتذة الأقدم والمحامين الأقدم بدون معناتها مناظرة، وذا باش يحرم الطلبة من المشاركة في المناظرة هذه كما حرموها من المشاركة معناتها من الالتحاق بمهنة المحاماة وعدو المنافذين وتعجيزهم. في نهار 27 جان في حكاية 9:30 تفاجأنا بدخول مجموعة فهمت ما يقارب 6 أو 7 طلبة معناتها بالأسلحة البيضاء لكلية الحقوق تونس، فهمتني، وباين معناتها من تصرفاتهم ومن سلوكاتهم انه جايين معناتها باش يفسدوا المسيرة هذه، فهمتني، باش يعطلوها، فهمتني. المجموعة هذه ما تنتمي لحتى طرف، المجموعة ذي هي معروفة لا تنتمي لحتى طرف، لا لاتحاد الطلبة ولا للنقابين الراديكاليين كما يدعون ولا حتى طرف، هي مجموعة معناتها تخدم عند اللي خلص أكثر، مجموعة لا عندها لا خط سياسي واضح، لا عندها برنامج، لا عندها ايديولوجيا، لا عندها أفكار، ما عندها حتى معناتها لون سياسي، هي مجموعة تنتحل صفة الاتحاد العام لطلبة تونس وتمارس العنف في كل أجزاء الجمعية وفي كل معناتها الأماكن، فهمتني. أنا ذي الكل ما يهمنيش، لأن اللي خلاني معناتها باهت ولا اللي خلاني معناتها فهمتني نتفاجئ هي الطعنة بسكين، فهمتني، وهذه طعنة الجبناء، لأنه لم أتوقع ولولي لحظة أنه ستكون له الجرأة ليطعنني بسكين في الجانب الأيسر والجانب الأيمن، فهمتني، هذا معناتها اللي خلاني أنا نتفاجئ، فهمتني، ومعناتها يقع لي نوع من الغيبوبة، فهمتني. أنت بعد ما تمت عملية الطعن تم نقلك للمستشفى؟ تم نقلي للمستشفى بحضور القاضية كلثوم كنو، فهمتني، وبحضور الطلبة اللي معناتها دافوا على معناتها منظمتهم بكل شراسة، ومعناتها قاموا بإمساك السيد معناتها اللي يحمل السكين، فهمتني، وقاموا بتسليمه للأمن، فهمتني. بالنسبة لنا توا الاعتصام مازال متواصل، واللي كانوا مبرمجين له ما نجحوش فيه، والطلبة مازالوا يطالبوا بحقهم في المشاركة في المناظرة بتاع القضاء.
ويدافع على استقلالية القضاء. هذا باش نتحدث عليه في الجزء الثاني. ميناء الحصة أمال همامي، هذا اعتداء على البوزوزية، وأكيد فما اعتداءات على طلبة آخرين كذلك، مش كان عليه تم الاعتداء عليه. أكيد احنا لاحظنا منذ بداية السنة الجامعية 2013-2014 تصاعد لوتيرة العنف الموجه ضد الجامعة التونسية، خاصة ضد مناضلي الحركة الطلابية ممثلة في الاتحاد العام لطلبة تونس. ولاحظنا كذلك أبار معناها تسارع وتيرة العنف، نوعية العنف الممارس على مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس، لأنه في الفترة الأخيرة وصلنا إلى حرق مقرات الاتحاد ومحاولة قتل مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس، منها محاولة الاعتداء بالعنف على الرفيق الأمين العام وائل نوار عند 3 أيام، ومحاولة قتل الرفيقين هيثم همامي وعلي بوزوزية في إطار تحرك اللي قاعدين يخوضوا فيه في كلية الحقوق، في كلية الحقوق بتونس. تسرع وتيرة عمل العنف هذا خلينا نعرفه بما لا يدع مجال للشك، شكون الأطراف اللي واقفة وراء موجة العنف اللي تحصل بالجامعة التونسية اليوم، شكون يخطط للعنف، شكون يمول فيه، شنية غايته، وعبر أي أيدي ينفذ فيه. وهو واضح بيانسور هي حركة النهضة عبر ذراعها التقليدي داخل الجامعة اللي هو ما يسمى بالاتحاد العام التونسي للطلبة، أو عبر أذرعها في الشارع اللي هي روابط حماية الثورة اللي شفنا وجوه منهم خلال عملية الاعتداء على الرفاق في الكومبوس. شفنا وجوه من رابطات حماية الثورة جاية تسند في مجموعة الدزيري داخل الجزء الجامعي هذوما، ومنهم خو الشخصية الشهيرة ريكوبا كان موجود أثناء الاعتداء على الرفيقين. كذلك اليوم حركة النهضة قاعدة تجند في كل مجموعة مرتزقة أو تمتهن العنف بمقابل من أجل ضرب الحركة الطلابية وإثناءها عن إكمال سيرورة البناء اللي بدينا فيها منذ مؤتمر البناء السنة الماضية. لجات اليوم محضرة روحها لكل الاعتداءات هذه إن كان قانونيا أو عبر دراسة ظاهرة العنف. ديجا احنا في المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس طرحنا على جميع المتدخلين في الساحة الطلابية ان نحضروا دراسة نشرحوا فيها اسباب العنف هذا، تمظهراته والحلول نتاعو، وقاعدين نقدموا في الدراسة هذه وان شاء الله عن قريب باش يتم نشرها. كذلك ثم نوع جديد من العنف اللي قاعد يمارس. احنا قبل كنا نعاني من عنف سلطة طلبة، اليوم العنف تحول الى طلبة طلبة، اطار اكاديمي طلبة طلبة، ساحة البرة كذلك قاعدين نشوف في دخلاء على الساحة الطلابية قاعدين يتدخلوا وينفذوا في اجندات لاحزاب او لجهات معينة غايتها الاولى هي ضرب الحركة الطلابية. إذن هذا يعتبر خطير، يعتبر سابقة في الجامعة التونسية، سابقة في الجامعة التونسية، خاصة ونوعية الاعتداء ونوعية العنف اللي قاعد يتمارس عمرنا ما شفناها قبل، محاولة قتل طلبة داخل الحرم الجامعي. علي بوزوزية تقريبا أنت رفعت شكاية ضد الناس اللي قاموا بالاعتداء، كيفاش كانت ردة فعل يعني الأمن، كيفاش كانت ردة فعل القضاء؟ يعني علمت أنك التجأت للقضاء كذلك ورفعت قضية بالناس اللي قاموا بالاعتداء. والله هي روعة، هي رأي محاولة قتل أو شروع في قتل، معناتها حتى لو كان أنا ما قدمتش قضية معناتها النيابة العمومية كانت باش تدخل من تلقاء نفسها. وحاجة أخرى رام الداخلية معناتها والأمن معناتها خلطوا عليا في المستشفى معناتها، فهمتني؟ وأنا وقتها في معناتها في البلوك، فهمتني؟ خلطوا عليا في المستشفى وسألوني بعض الأسئلة، فهمتني؟ ووروني معناتها السيد اللي ارتكب الجريمة، فهمتني؟ تعرفت عليه معناتها وذاك هاو معناتها بالنسبة لنا، فهمتني؟ أنا حسب رأيي نحب نقول حاجة، راهو هناك مجموعة كبيرة معناتها من الشباب هذوما راهو مغرر بهم زياد، فهمتني؟ مغرر بهم وللأسف معناتها السيد هذا أنا قابلته مرة في شارع الحبيب ثامر ونصحته باش يكف على اللي قام بالاعتداء هذا، قابلته في شارع الحبيب ثامر ونصحته ووريته برشا حاجات معناتها، ويمكن خاطر ما عندوش تجربة ما يعرفهاش، فهمتني؟ وحكيت معاه واعتذر
وأعطاني الحق وكل شيء، فهمتني؟ لكن للأسف معناتها عاود نفس الممارسات، فهمتني؟ سيدة ذي قام بالاعتداء على طالب في الإنسانيات في باب سعدون، اعتدى عليه بسكين على مستوى الوجه، وبعدها قام بالاعتداء على طالب في كلية الحقوق اسمه منتصر في مبيت العمران بيطعن بسكين زاد على مستوى البطن، فهمتني؟ وهذه معناتها المرة الثالثة قام بيطعني أنا، فهمتني؟ بطريقة معناتها معناتها الديزون عنيفة أكثر من الآخرين شوي. إذن قاعد يتطور معنا كل مرة. على كل حال تقريبا هذا الجزء الأول من حصتنا الشباب والطلبة لهذا اليوم، اللي حدثنا على بعض الاعتداءات اللي صايرة في الأوساط الجامعية لبوزوزي. نشكرك على الحضور معنا، يمكن جبناك من فراش المرض فنبيلا وتنقلت بحثنا قناة الحوار التونسي، نشكرك على ذلك وإن شاء الله لاباس. باش نرجعوا بعد قليل باش نواصلوا مع أمال الهمامي نائبة أمين العام اتحاد طلبة تونس مؤتمر البناء، وكذلك التحق بنا زياد خلوفي وعضو مكتب تنفيذي في الاتحاد كذلك، باش نتحدثوا على وضعية المنح الجامعية ومن ثم الأزمة الموجودة في الوقت الحالي في كليات الحقوق. نستمع إلى هذا النغم من كلمات مروان المد بغناء أيمن وأمين مقني، هما من شباب الثورة التونسية، قاموا بتلحين هذه الأغنية بغناء هذه الأغنية في اعتصام باردو. أكيد اللي حضروا في اعتصام باردو يعرفوا هذا النغم، نستمع إلى هذا النغم من ثم نرجع. باسم رفاقي أردت أن أتعاطى على مسألة تتعلق بالمستقبل، تتعلق بالمستقبل لأن المسار الثوري اللي فتحته 14 جانفي يجعلنا نتجه إلى الأمام، لأن اليوم تونس وشعبها وقوى تقدمية وقوى ديمقراطية وطلائعها الشعبية تمتحن أمام زوز خيارات كبرى، تمتحن أمام زوز مشاريع كبرى، تمتحن أمام أن نكون ونواصل المسار الثوري في بلاد تونس الجديدة، تونس الحرية والكرامة، أو الردة والتراجع والنكوص. هذا المسار الثوري الذي انطلق والذي نراه لن يستكمل ولن يحقق أهدافه كاملة إلا بإنجاز التحرر الوطني الناجز، دون ذلك المسار الثوري لن يحقق أهدافه. ما نعيش كان زياده
احلف بملح الدمع في عينينا في وطننا ما نعيش كان زيادة والدمع عوذ الحنة فوق ايدينا من تيجي خلف النصر كان شادة مليون من بالعيد انا جينا لابراهيمي مليون فوق زيادة واذا جيوب الغدر كبرت فينا وتصعدت عدوى الخيانة نحلف بملح الدمع في عينينا في وطننا ما نعيش دمع عوذ الحنة فوق ايدينا من تيجي خلف النصر كان شهادة من تيجي خلف النصر كان شهادة من تيجي خلف النصر كان شهادة. إذن كنا نستمع في هذا النغم كلمات مروان المد بغناء أيمن وأمين مقني. ما زلنا مواصلين مع الشباب والطلبة في هذا اليوم حصة تقريبا نقبية بامتياز. معنا أمان الهمامي بدأت معنا الحصة منذ قليل, هي نائب أمين عام اتحاد العام لطلبة تونس مؤتمر البناء, وكان يفترض أنه باش يلتحق بين عضو المكتب التنفيذي زياد خلوفي لكنه اعتذر. ويحضر معنا سي قيس بوزوزية كذلك عضو مكتب تنفيذي وكان حضر معنا في إحدى الحصص من الشباب والطلبة في الأيام الفرد باش نواصلوا أحديثنا. لكن المرة هذه باش نتحدثوا على مش على الاعتداءات وأحداث العنف داخل الجامعة التونسية, ولكن باش نتحدثوا على وضعية المنح الجامعية. كنت ذكرت الأسبوع الفرد أنه مجموعة من الطلبة حاولوا لسحب القسط الأول من المنحة الجامعية تقدر 180 دينار, ولكن وجدوا أنه فما تم اقتطاع 60 دينار من هذه المنحة وتحصلوا على 120 دينار فقط. أمل الهمامي بخصوص هذه المنحة, هو المفروض أنه طلبت المرحلة الأولى كانوا باش ياخذوا 180 دينار, كم شاوي يلقاو 120 دينار كهو, معناها تم اقتطاع بون أنا نقول سرقة 60 دينار من المنحة الجامعية للطلبة المرحلة الأولى. بالنسبة للطلبة المرحلة الثالثة سرقوا لهم 100 دينار, طلبت الدكتوراه 250 دينار. بالنسبة لطلبتنا في الخارج مخذوش بورس السنة بالكل. بالنسبة لي يعني أمل همي من أبي من عام اتحاد الطلبة نسيلهم 1.5 مليون 1500 دينار ما خديتش حتى ترانش من البورس من اللي بديت نقرأ في أول العام. توجهنا للوزارة حبينا نشوفوا شنية المشكلة بشنو باش يبرروا لنا, كيف كل مرة رفضوا أنهم يقابلونا. وديجا هذه سياسة انتهجتها وزارة التعليم العالي مع الاتحاد العام لطلبة تونس مؤتمر البناء منذ تحرك أوكيباي وزارة التعليم اللي قمنا به. ما نجمش نقابله حتى مسؤول داخل الوزارة عاملين علينا أمبرغو. وجهني لهم فاكس شنية الحكاية, علاش تم اقتطاع المبالغ هذه, شنو ردوا علينا؟ قالوا لنا راو عاودنا لترانش قسمناهم بطريقة جديدة, قاعدين نطوروا احنا راو خدمات الجامعية ما عادش نصبه كل 3 أشهر ولينا نصبه شهري. هاوكا بالنسبة لطلبة المرحلة الأولى راو ما سبينا لهمش ديسمبر وجانفي وفيفري, ليه كان ديسمبر وجانفي باهي. إذا كان إني باش نصدقك طلبت الدكتوراه اللي المفروض أنه تصب لهم كل شهر 250 دينار تجمعهم 3 أشهر 750 دينار, علاش المرة هذه صبيت لهم 500 دينار كهو؟ طيب الرضي احنا منش بصدقوه وقاعدين نخوضوا في تحركات وباش نصعدوا كونسرنون المسألة ذي, لنا متأكدين انه التبرير متاع اعادة تجزئة المنحة الجامعية مش صحيح. ما تمش تشريك اتحاد العام لطلبة تونس في اعادة يعني هذا التقسيم صياغة هذه المنحة الجامعية. الاتحاد العام لطلبة تونس لم يشرك في اي مسألة متعلقة بالطلبة منذ تولي المنصف بن سالم رئاسة قيادة وزارة التعليم العالي. إن شاء الله الوزير الجاي يكون أرحم بالطلب. بالنسبة لطلبتنا في الخارج بالنسبة لطلبتنا حتى شيء
ما غلبش بورس رغم الظروف الصعيبة. كنا تحدثنا في حصة سابقة في قناة الحوار التونسي على ظروفهم، وصراحة معاناة كبيرة بالنسبة للطلبة الموجودين أي الموجودين في المهجر وخاصة في أوروبا. قيس، نتوقع أنه المنح الجامعية تقريبا الطالب التونسي يعول بشدة على المنح الجامعية، لأن يعني تنجم سكر له برشا أبواب متاع مصاريف كبيرة متاع الكراء متاع هو تقريبا المنح الجامعية رغم أنه ضعفت ونحكي نحن أنه تنقص منها، لكن هو في حد ذاتها منح جامعية ضعيفة جدا، يعني متكفيش تكاليف الدراسة متاع الطالب الأقل أقل من المتوسط. نحن نحكي اليوم على وحسب ما قالت وزارة التعليم العالي انه إعادة ريبارتيسيون متاع المنح الجامعية، لكن اليوم كنا قبل مدة نحكوا على زيادة المنح الجامعية، كنا خذنا تحركات في علاقة بالمنح بالزيادة وبزمن صبينا المنحة، وفي علاقة اليوم نسمع حاجة جديدة ريبارتيسيون إعادة توزيع منح جامعية بتاريخ مختلفة دون تشريك الاتحاد العام تاع تونس أو حتى تشريك دون إعلامه أصلا. يعني اليوم عرفنا المعلومة هذه من الطلبة ومن أحدنا على نظام التنفيذي عند منح جامعية، عرفنا كي مشينا ناخذ في المنح الجامعية. اليوم وزارة التعليم العالي تنتهج نفس الأسلوب، أنها تعمل بطريقة غريبة، يعني طريقة لا تتعامل أصلا مع اتحاد طلب، لا تتعامل مع لا تعترف أصلا بالعمل النقابي، وكأن في دولة نقولوا نحن قمعستان فماش حتى جرام تعامل مع اتحاد طلبة. يعني المرات الوحيدة اللي نجمنا نتفاوضوا فيها مع مدير الديوان أو مسؤول في وزارة التعليم العالي كان بالضغط، وكان لازم يتوقف لنا أولاد وتضرب عباد بس لازم تتفاوض مع مسؤول في وزارة التعليم العالي. هذا نفس البتاتيك ما أغلب نحكوش اليوم على وزارة التعليم العالي بركة، أغلب الوزارات اليوم في تونس تتعامل بنفس هذا الأسلوب. يعني مؤخرا في وزارة العدل يعني من مسيرة من 250 طالب وزير يرفض مقابلة الطلب، توجهنا وفد باش نتحدثوا عن هذه مسألة كليات الحقوق ووزارة العدل. إذا منح جامعية تشكل تعتبر مهمة جدا بالنسبة للطالب، احنا ذي نعتبروه رد معناه من وزارة التعليم العالي، توجهنا لهم في أول عام طلبنا بالترفيع في المنحة الجامعية باش تولي بمعدل 3 دينارات في النهار بالنسبة لأيام الدراسة، وإنها تمنح لكل طالب الدخل العائلي يساوي أو أقل من 2 فوا 2. فكان الرد في مستوى في المستوى الحقيقي. تم تقسيمها في عرض ترونش ولا كانت سرقتها مش تقسيم. نحن نعرفوا هذا الكوزين تاع الناس ما في وزارة التعليم العالي، هو ما كانش تقسيم، غير ما كانش تقسيم المنحة، وكان تخفيض من المنحة، كان تخفيض في نفس الفترة اللي صار فيها زيادات في البلاد، صارت فيها الإتاوات، كان في نفس الفترة تقريبا هو كان تخفيض من المنحة. هذا نعرفوه في وسط هذا ما يقال لنا في أرواق وزارة التعليم العالي هو تخفيض منها، لكن وسط عندما بدأ الضغط بدأت التحركات، فهمتني الوزارة عرفت أنه ثم تحركات جاي في علاقة بهذا، برت بأنه صار فقط إعادة توزيع المنحة بطريقة مختلفة، هذا شغلته. لكن نحن نعرف الظرف العام في البلاد، الوقت اللي صار فيه تخفيض المنحة هذا كان متزامن مع الإتاوات اللي صار في البلاد كل وفي حتى حكينا شوية مع مسؤولين في الأروقة متاع وزارة التعليم العالي أنه ما كانش ثم كلام على إعادة توزيع المنحة، كان الكلام أنه تخفيض المنحة في إطار في الإطار العام اللي صار في البلاد، بس إطار بار تقشف في إطار السياسة العامة في البلاد متاع الإتاوات اللي صارت في البلاد متاع تمويل صندوق الكرامة ذا، فهمتني أنه الجامعة اليوم التونسية مش في معزل على البلاد، في نفس الزمان في نفس اليوم اللي صارت في الإتاوات صار في تخفيض المنح الجامعية. يمكن تداركت الوزارة الأمر لأنه بدأت التحركات وقالت أنه إعادة توزيع، إن شاء الله يطلع إعادة توزيع، إن شاء الله يطلع إعادة توزيع. إذن وضعية الطلبة بكل المراحل وحتى الطلبة الموجودين تونس الموجودين في المهجر عند مشاكل في المنح الجامعية، إن شاء الله الوزير الجديد وزير التعليم العالي الجديد يحاول أنه يشوف حل في هذه المنح الجامعية التمثل تعتبر مهمة جدا بالنسبة لحياة اليومية للطالب التونسي. في الوقت الحالي باش نشوف هذا الربورتاج من أعداد زملائنا فريق الحوار التونسي في صفاقس، وتحرك لمجموعة من طلبة الحقوق أمام محكمة الاستئناف بصفاقس، نشوفوا هذا الشريط من ثم نرجع باش نتحدث على وضعية وأزمة كليات الحقوق بعد قرار وزير العدل السابق.
تتواصل ردود الأفعال حول القرارات الأخيرة لوزير العدل في الحكومة المستقيلة نذير بن عمو المتعلقة بانتداب أكثر من 500 قاضا دون مناظرات، حيث نفذ طلبة كلية الحقوق بصفاقس اليوم الأربعاء 22 جانفي وقفة احتجاجية أمام محكمة الإسناف لمطالبة وزير العدل بالتراجع عن هذه القرارات التي تحدث عنها مؤخرا خلال تصريحات إعلامية. احنا اليوم واقفين ضد القرارات التي يريد اتخاذها وزير العدل. احنا القرار هذا اولا يمثل ضرب لمبدأ استقلالية القضاء، ثاني هذا القرار يعتبر خدمة لمصالح سياسية. اضراب عام نهار الثلاث واليوم زاد اضراب عام في الكلية، من حبوا القرارات او التصريحات هذه يحب يتراجع عليها السيد الوزير، وماذا بينا انه يحترم الإرادة الطلابية ويحترم الحركة الشبابية متاع الطلاب وحقهم في التشغيل، وما يحرمش الأجيال القادمة من حقهم في التشغيل. 533 قاضي اليوم معينين بصفة مباشرة من وزير العدل، هذا ضربة قوية جدا لاستقلالية القضاء، هذا في ضربة قوية جدا لحق الطلبة في التشغيل وفي امتهان السلك القضائي، ونتصوروا ان ما احناش مش نكونوا ما احناش نخليوها تتعدى ومش نواصلوا اضراباتنا المفتوحة بالأجزاء ومش نتوجوا ذلك بوقفات متوزعة على مقرات المحاكم بمختلف الجهات، ومش نتوجوا ذلك نهائيا باحتلال وزارة العدل، ويمكن يوصل التصعيد إلى منع الوزير من دخول الوزارة كونه ما هوش أصلا أهل لدخولها. الطلبة المحتجون اعتبروا هذه التعيينات المباشرة تعديا على استقلالية السلطة القضائية وانتهاكا لحقهم في اجتياز المناظرات التي تؤهلهم لممارسة مهنة القضاء. نعتبر أن اللي صار هذا التصريح اللي قام به وزير العدل نعتبره انتهاك لاستقلالية القضاء. التعيين اللي صار 533 تصريح بالتعيين 533 قاضي من الأساتذة الجامعيين ومن المحامين الذين لديهم خبرة 10 سنوات، هذا شنو يعتبر؟ أنه تشغيل يطالب أقرأ وبعد شد الدار، هذا واحد يخدم دوبل فونكسيون والآخر يشد الدار، شنو مصيره الطالب؟ هذه القرارات أثارت كذلك استياء القضاة الذين أكدوا أن تعيين قضاة دون مناظرات يعتبر تعديا صارخا على معايير استقلالية القضاء ومؤشرا خطيرا يدل على رغبة الحكومة في الهيمنة على التعيينات القضائية. إذن هذا يعتبر هذا تحرك الطلبة في صفاقس، طلبة الحقوق ضد قرار وزير العدل نذير بن عمو. أمل الهمامي إذا كانت تعطينا بسطة حول هذا القرار، قرار وزارة العدل ومؤاخذات طلبة الحقوق حول هذا القرار. بالنسبة للتحركات اللي قاعدة تصير، خلينا نحط الموضوع في إطاره. التحركات اللي قاعدة تصير في الأجزاء الجامعية في تونس الكل عندها أكثر من سبب. فيما يخص طلبة الحقوق، عندنا ثلاثة أو أربعة مطالب هي مواضيع التحركات هذه، وهي مستندة إلى قرارات تعسفية وموجهة ضد طلبة الحقوق وتمنعهم من حقهم في التشغيل. يمكن أهم حاجة توا قاعدة تغطي إعلاميين هي قرار انتداب 533 قاضي من سلك الأساتذة الجامعيين والمحامين. احنا نتحركوا من أجل إلغاء هذا القرار، وإذا عنا بالحق شغور في سلك القضاء علاش ما نفتحوش مناظرة ونسد الشغور هذا بانتدابات جديدة من طلبة الحاصلين على الإجازة في القانون. بالنسبة للمطلب الثاني اللي قاعدين نتحرك عليه هو فيما يخص عدول المنفذين، مناظرة عدول المنفذين ومناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للمحاماة اللي ولات تتعدى كان بالماجستير، لأن عندنا شريحة كبيرة برشا من زملائنا اللي عندهم الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية ما عادش عندهم الحق إنهم يمروا بالمناظرة هذه. ثاني حاجة في الموضوع هذا إنه فترة تكوين عدول المنفذين تم تمديدها من 6 أشهر إلى سنتين. كذلك عنا في الفترة الأخيرة تزامنا مع التحركات هذه اللي نورمالمون يلزمنا نشوفوا تجاوب من سلطة الإشراف مع الطلبة، يقع إلغاء مناظرة انتداب مستشارين في وزارة أملاك الدولة، وإحنا نطالب بالتراجع عن هذا الإلغاء. كذلك طالعنا مؤخرا السيد نذير بن عمو وزير العدل السابق بطريقة تعامل غريبة مع الطلبة، وصل أهان جميع طلبة الحقوق في تونس. احنا تحركنا ذا لازم يكون بعده رد اعتبار الطلبة ذوما. نوعية الإهانة كيفاش تم لما توجهنا له أبار انه رفض انه قابلنا، قال انتم ما تستحقوش انكم تكونوا قضاة او محامين، لأني بصفتي أستاذ درست طلبة الحقوق ونعرف اللي هما بهايم وينجحوا كان بالفوسكوبي.
نقول له هذا شبل من ذاك الأسد. هذا تصريح وزير. هذا تصريح وزير ومسؤول ثم المحل قيس. بالنسبة للتحركات الموجودة حاليا في الجامعة التونسية بالنسبة حاليا هو الكليات بالنسبة لكلية حقوق بالنسبة كي نحكي اليوم على القضاء هي القطرة الأفاضة الكأس. اليوم طلبة الحقوق حقيقة يهضم حقهم في التشغيل. بدأت من سنتين التالي بالمحاماة. كان قبل أنه المحاماة الالتحاق بمهنة المحاماة بالماجستير يكون آليا، ألغي هذا وأصبح الالتحاق لابد أن يمر عبر المعهد. هذا في جانب. بعد مدة مسألة قانون عدول التنفيذ اللي كان بالليسانس نجم تمشي تلتحق بالمناظرة أصبح الالتحاق بالمناظرة أصلا بالماجستير والتكوين من 6 أشهر يتحول إلى سنتين. مؤخرا هذا يعني يقرأ 5 سنوات وزيد يعمل عامين تكوين بعد 7 سنوات. بطبيعة الحال إذا كان معناها ما إذا نجح الخمس سنوات بشكل متتالي 7 سنوات باش ينجم يخدم عدل المنفذ. القطرة التي أفاضت الكأس هي القضاء. في فاجئنا أستاذنا اللي هو أستاذ بكلية بقرار غريب تعيين 533 قاضي من بين المحامين والسادة الجامعين. واليوم كي نحكوا على التشغيل بالنسبة للمسألة هنا نحكوا على المسألة النقابية، لكن اليوم القرار هذا ما هيش مسألة نقابية فقط تعني الاتحاد العام طلبة تونس وطلبة الحقوق، هي مسألة وطنية تعني استقلال القضاء. واليوم طلبة الحقوق في الكليات الكل اللي تتحرك وعلى رأس كلية الحقوق بتونس اللي فيها اعتصام منذ 15 يوم متواصل، العباد بيتها غادي تعرضت للعنف تعرضت للهرسلة. اليوم تخوض في معركة ما هيش انتهت معركتها فقط، هي معركة بلاد، معركة استقلال القضاء. اليوم حتى في الاجتماعات العامة أمام وزارة العدل في الكليات نقولوا للطلبة راك اليوم مش معركتك فقط، راي معركة بلاد. المعتصمين في كلية حقوق فيهم طلبة من الاقتصاد، طلبة من العلوم، نخوض في معركة بلاد حقيقة. وللأسف في الفترة الأولى كنا نخوض فيها وحدنا. كنا نخوض فيها حقيقة الاتحاد عام لطلبة تونس يخوض فيها المعركة وبدون أي دعم من المجتمع المدني. اليوم التحق المجتمع المدني وساند، لكن المعركة كنا نخوض فيها وحدنا. الطلبة بدأت من الأول باعتصام ثم تحول الاعتصام إلى إضراب جوع، علق الآن بعد الاعتداء على المضربين على الطعام، سيتم استئنافه يوم الاثنين إضراب الجوع، لكن حاليا علق لأنه المضربين على الطعام تم الاعتداء عليهم، أغلبهم تم تسكنهم في البلوك وما غير الطب أجبرهم أنهم يأكلوا. بالنسبة لمسألة القضاء ذي نحن نقول للسيد نذير بن عمو الوزير السابق نذير بن عمو أن الأمانة تحكي على الإهانة لأنه كنت حاضر. الغريب في الإهانة دي أنه ماش أكثر من إهانة طلبة حقوق بركة، أنه إهانة طلبته في حد ذاتهم، طلبته هذا الطلبة اللي توجهه أمام وزارة العدل هما طلبته، هو يدرسهم يعني قبل ما يلتحق وزارة هو يدرسهم. ثم عن أساتذة الزميلة هنا يدرسها وأستاذة في الكلية يتم الاعتداء عليها بالعنف أمام الوزارة والوزير يرفض مقابلة الطلبة أصلا. ثم نفاجأ بتصريح في أحد الإذاعات يقول هذا وزير يقول على طلبته اللي قري فيهم اللي هو برشا منهم صح لهم الماجستير، يقول انه هذا طلبتي ونعرفهم واغلبهم ناجحين بالغش. قبل هذا بقليل في الفتره اللي نحن نعملوا فيها في الاجتماعات العامه في الكليه لتحضير المسيره، اولا نفاجئ بمجموعه تحاول كسر التحرك في كلية حقوق بتونس، كسر التحرك لكن تعاملنا معها بنضج وكمل التحرك ومشت الناس لوزارة العدل. مجموعة تقول لا ما مشوش لوزارة العدل، هذه ما هذا بمنطق هذا تسييس هذا انه يلعبوا بيك مش، لكن طلبة ما تفعلتش معها مشت التحرك. في الأثناء نسمع بلاغ لهبط ونحن مزلنا في الكلية انه هذا مجموعة من الطلبة يثيرون ارتباك داخل الكلية ويدعو على الطلبة ويدعو عموم الطلبة انهم يتبعوهمش وهذا يثيروا في الفوضى ويثيروا في الفتنة في البلاد. هذا بلاغ على نحن نخطبه براتيك بالي نحن نخطبه في الكلية، هذا البلاغ ونحن مزلنا في الكلية. يقول وزير العدل يهبط بلاغ يقول انه ثم وجود الان طلبة يثيرون البلبل ويثيرون الفتنة وانه يدعو الطلبة انهم يتبعوهمش. فهمت هذا على البلاد الاتحاد عام طلبة تونس، هذا في جانب. ثم تحاولت أرسل إلى تحديد بعنف حقيقة، اعتداء محاولات قتل حقيقة،
منع التحركات بالقوة. كنا مدة كنا تحدثنا منذ قليل مع لي بوزوزية عضو مكتب فيدرالي حول تحدثنا عن مسألة العنف لأنه ما حطيتش في جانب العنف فقط, يعني العنف نجم يصير, نحكي على محاولة كسر حقيقة التحرك, مش نحكي على العنف في الجامعة العادي, العنف في علاقة بالمكونات الاتحاد أو مش عادي لما حدث العنف اللي الناس ما بيه ديما. هذا مش عنف موجه بين زوج مكونات أو بين طلبة إسلاميين والاتحاد عام طلبة تونس, هذا مجموعة يعني جاية بالتحديد لكسر تحرك. اليوم تعرضنا للتهديد, زياد خلوف يتعرض تهديد بالهاتف وهبط نمر الهاتف انه طلبت الحقوق اللي يتحركوا, خاصه لانه تمركزت براتيك مول الاعتصام في كليه الحقوق, انه طلبت الحقوق للمعتصمين تو يخافوا على رواحهم ويدعيها منهم يروحوا والا تعرضوا للعنف قبلها بالنهار, فهمتني؟ ثم يتم الاعتداء على رفاقنا, فهمت؟ واليوم في السبيطارات ومازالت التهديدات, وثم دعوات اكثر من هذا, ثم دعوات انه كسروا وقفوا دعوات لشراء ذمم. هذا الكل اليوم ما هيش معركة متاع تشغيل فقط بالنسبة للاتحاد, هذه معركة وطنية المفروض أنه تخذوها الناس الكل. وأدعو من المنبر هذا هيئة المحامين إلى تكون عندها النضج وتقرأ المسائل بجانب واعي, ما هيش معركة قطاعية متاع محامين وقضاة, هذه معركة وطنية. رأوا القضاة اللي نعرف القضاة 533 قاضي أكثر من مسألة القانون هذا متاع التشغيل, لو نعرف نحن شكون منين باش يتعينوا. يعني المسألة هذه صحيح احنا نقابيين, لكن المسألة ما لازمش ناخذوها بمعزل عن إطارها السياسي اللي يتمثل في محاولة السيطرة وتركيع السلطة القضائية منذ تولي حركة النهضة في 2011. نشوفوا اللي عرض قانون الخاص بهيئة الوقتية للمشرفة للقضاء على القضاء العدلي أجلوه وقاع تأجيله من ديسمبر 2011 إلى حدود جويلية 2012. ثم لما عرض على المجلس التأسيسي عملوا مؤامرة, كتلة حركة النهضة تعمل مؤامرة داخل المجلس التأسيسي من أجل عدم المصادقة على هذا القانون. علاش؟ قل قايل علاش يعطلوا فيه؟ من أجل أنهم يخلقوا فراغ قانوني لأجل أنهم يمنحوا السلطة التنفيذية ممثلة في وزيرهم نور الدين البحيري أنه يتدخل بتعيين القضاة أو عزلهم أو إعادة من يريد, وباش يتدخل في تحركات القضاء. من أجل ماذا؟ من أجل خلق قطب قضائي خاص بحركة النهضة أو التأسيس لهيكل مهني جديد. وبعد في أوت في جوان 2013 لما تمت المصادقة على القانون ذي وانتخاب أعضاء الهيئة ذي, لما تأكدت حركة النهضة من أنه أسقط بيدها معاش قادرة على أنها تحط يدها على الهيئة هذية, شنو عملت؟ حبوا يمرروا فضيحة الفصل 103 في مشروع الدستور اللي تصدوا له القضاة, ونجحوا في تكريس وترسيخ مبدأ استقلالية القضاء وافتكاكه من المجلس التأسيسي. في الوقت ذاك نور الدين البحيري مثلا في الوزير نذير بن عمو, احنا نتندروا بها نقولوا نذير الاسم نذير بن عمو والمهنة نور الدين البحيري. فالوزير ذا شنو حب يعمل؟ فكر في تلغيم القضاء مش فقط كهيكل إنما كمرفق وكسلطة. كيف؟ عبر التعيينات هذية, تعيين 533 قاضي مستند في التعيينات هذية على الفراغات القانونية الموجودة في القانون المنظم الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي وعلى فصل قديم هو الفصل 32 من القانون عدد 29 سنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة. الغريب في الأمر أنه الفصل هذا لم يتم العمل به منذ سنة 1967. علاش اليوم يجي وزير في حكومة في حكم المستقيلة, معناها مهمته فقط تصريف أعمال يعني مهام إدارية فقط في الوزارة هذه, يجي اليوم يقرر أنه ينتدب 533 قاضي من صنف الأساتذة الجامعيين والمحامين. احنا ما نمشيوش بالنوايا, احنا نشوفوا لي زنديس
اللي قاعدين يدوروا بالموضوع هذا نتأكدوا اللي عملية الانتداب باش تقتصر على مجموعة من القضاة، مجموعة من الأساتذة الجامعيين والمحامين معروفة انتماءاتهم السياسية، هي بالطبيعة باش تكون انتماءاتهم السياسية ولاءاتهم لحركة النهضة. كذلك فما حاجة أخرى، معناها أبار السيطرة على السلطة القضائية فما أيادي تحب تعبث بالسلطة هذه إدخال البلبلة فيها من خلال خلق صراع جانبي، صراع جديد بين القضاة من جهة، المحامين من جهة، وبين الأساتذة الجامعيين كذلك. فما عملية تفخيخ مبرمجة منذ أكتوبر 2011 لليوم من أجل ضرب السلطة القضائية وتركيعها. احنا شفنا ديجا كيفاش بالنسبة للإدارات كيفاش ضربوا مبدأ حياد الإدارة من خلال التعيينات بالولايات اللي تمت منذ 2011، والعفو التشريعي العام والعفو العام والعفو التشريعي العام والعفو العام، وتجاوز أبار مبدأ حياد الإدارة فما تجاوز لمبدأ الشفافية وحق خريجي الجامعات في أنهم يشتغلوا في أنهم يوصلوا للإدارة عبر مناظرات. نجحوا في علاقة بالإدارة لكن ما همش باش ينجحوا في علاقة بالسلطة القضائية، لأن عارفين احنا بأنفسنا عارفين اللي فما شغور داخل السلطة القضائية، فما شغور ولازم سد الشغور هذاك، لكننا نختلفوا عن كيف سيتم سد هذا الشغور وبمن سيتم سد هذا الشغور. نقولوا للوزير المتخلي وللوزير الجديد، راه لا سبيل الى سد هذا الشغور الا عبر مناظره تتكافئ فيها الفرص، مناظره شفافه، ولا يترشح لها الا اصحاب الشهادات المجازين في الحقوق او في العلوم القانونيه ومن صنف الشباب. كذلك احنا قلنا الاطار السياسي العام كنجو نشوفوا علاش احنا علاش معناها غزرنا العملية الانتداب هذه على إنها عملية سياسية. احنا كنجي نشوفوا اليوم سيد نذير بن عمو يتحدث على انتداب قضاة من الصنف الثاني والصنف الثالث. القضاة هذوما هما اللي عندهم الخطط الوظيفية داخل الهيكل القضائية، في حين إنه نقابة القضاة ولا جمعية القضاة كتشخص الشغور تقول عنا راهو شغور في الصنف الأول مش في الصنف الثاني في الصنف الثالث. هذا دليل على أنه فما شكون يحب يتمكن من الخطط الوظيفية داخل الهيكل القضائية، إما لتوجيهها إلى وجهة احنا عارفينها شنية، أو لخلق هيكل مهني جديد كما نقابة القضاة وإلا جمعية القضاة، خاصة وأنه عارفين أنه الهيئات التعديلية ولا هيئه ولا الهيئات المشرفه على السلطه القضائيه كلها اليوم تخضع لمبدا الانتخاب. واليوم يحب يفخخ السلك هذا من اجل انه غدوه حتى ولو تعرضت عمليه تكوين هذه الهيئات الانتخاب يلقى شكون يمثله فيها. اذا في الكليات الحقوق انطلقت مجموعه من النضالات عندها مده، اذا كانت تعطيني فكره حول هذه النضالات، شفنا مسيرات انطلقت من مختلف الجامعات وتوجهت الى مختلف المحاكم في بعض المدن، اعتصام لا زال متواصل في كليه الحقوق في تونس. كل هذه النضالات وين باش تمشي بالضبط وين وصلتوا الى حد هذه اللحظه؟ هي التحركات بدات عفويه سواء من القضاة او من الطلبه، لانه اي شخص يمس القرار هذا راه باش يتحرك. لكن الاتحاد العام لطلبة تونس مؤتمر البناء قام بدوره التعبوي والتنظيمي، تبنى التحركات هذه ونظمها بحيث انه صيرورتها تكون متواتره ويكون فما تناغم بين التحركات في الجهات الكل. فما اعتصامات تقريبا في 3 اجزاء جامعيه، فما تحركات تصير في نفس الايام وبنفس الطريقه. توجهنا للجابس وصفاقس وتونس وسوسة، فيكو عنا وضعية خاصة بكلية الحقوق سوسة ما تمكنناش من أننا ندخل في اعتصام، لكننا دخلنا في إضراب عام عن الدرس والإضراب هذا قائم ويصندوه الطلبة والأساتذة داخل الجزء الجامعي. قلنا إن باش نمشي عملنا برنامج للتحركات، إضراب عام عن الدرس، اعتصامات، إضرابات جوع، وتحركات في الساحة الشعبية في علاقة بالمحامين أو بالقضاة أو بالأساتذة الجامعيين في وقفات احتجاجية قدام الوزارة أو في المحاكم.
وقاعدين احنا نساعده. صارت الربتورة ذي المدة الاخرى في علاقة بالرفاق في تونس في انه حملة العنف الممنهج اللي مولست عليهم، لانه تم تركيز الحركة الاحتجاجية في تونس مولست عليهم حملة العنف ذي من اجل اسقاط المسار النضالي اللي عملناه منذ 20 جانفي. لكن هذا لن يثنينا، ماناش باش نقفوا. كليات الحقوق ليست تونس فقط، كليات الحقوق او سلك الحقوقيين ليس موجود في تونس فقط، هو موجود في 5 أجزاء جامعية. احنا طلبة الحقوق والاتحاد العام لطلبة تونس نقول انه مش 5 أجزاء جامعية، هي 5 فيالق عسكرية. كي تتحرك تتحرك مع بعضها، واذا اعتلنا منا طرف رانا ما نقصوش ونرميوه، تبقى بقية الاطراف متاع الجسد ذاتي تتحرك الى حين انه طرف الخامس يتعافى ويرجع الى النشاط من جديد. واحنا ماناش باش نقطع التحركات هذه، لا قاعدين نمشيو فينا سق تصاعدي حتى تحقيق الهدف نتاعنا ذا. هو في الوقت الحمش نسهل قيس، لانه قيس انت في قبل ما تجي للسيدو الحوار التونسي كنت في كلية الحقوق بتونس. كلية الحقوق بتونس، شنو الوضعية بالضبط؟ الوضعية عندنا طلبتنا مازالوا معتصمين مواصلين في الاعتصام، معنوياتهم عالية جدا، وكل يوم الاعتصام يزداد حتى عدد المعتصمين كاو من بعد يوم يزداد. الناس اليوم خاصة بعد ثم خبر يشاع انه تم امضاء هذا القرار اليوم، خبر مازال مش متأكدين منه، الخبر التوي يتداول بين الطلبة وبين الأساتذة انه بقى وقع امضاء هذا القرار، مازال ما نعرفوش حيثيات هذا الخبر، هل وقع امضاء من قبل الوزير المستقيل او من اللاحق. حقيقة طلبتنا عندهم امل كبير في الوزير الجديد، لأن أستاذهم أرجو أن لا يخيب أمالنا كما خيب أمالنا الوزير القديم، لأنه كل الوزير القديم سيد نذير بن عمو كنا نحترمه جدا، هو أستاذنا. الطلبة كانت تتأمل فيه خير، رغم أنه كانت تلوم عليه أنه التحق بحكومة اغتيالات، لكن كانت تحترمه جدا. اليوم ما نحبوش أستاذنا السيد حافظ بن صالح انه ياخذ نفس المنهج نتاع سيدنا ذي بن عمو. اليوم سيدنا ذي بن عمو اصبح وزير مستقيل، وفي نفس الوقت سمعنا في الندوه نتاع تسليم المهام انه يقول انه ساعود الى محفظتي والى التدريس. نقول له سيد الوزير السابق لن تعود الى محفظتك والى الكليه، طلبت كليه الحقوق بجميع الاجزاء ترفض عودتك للكلية، وستعمل على هذا بقيادة الاتحاد العام لطلبة تونس، لأنك ببساطة يا سيد الوزير هضمت حق طلبتك واعتديت على طلبتك. هذا قرار الاتحاد العام لطلبة تونس ممركز، مش أول أستاذ اتخذ فيه هذا القرار وينفذ. لحظة برك، هذا سينفذ. نحن عملناها قبل مع مدير البنك المركزي في كلية الحقوق، لأنه من أجل النظام السابق تم طرد من الكلية، مش باش نحيلوا في أستاذ دامي. للأسف كنا نحترم جدا الاستاذ هذا، مع بطبيعه الحال احترام لكل الاساتذه الجميع الموجودين جدا اكيد. هذا استاذنا في المدرسه التونسيه، الطلبه كانوا كي كنا نحكوا يستغربوا، خاصه القرار وخاصه الاعتداء عليهم قدام الوزاره. انه الاستاذ كان نذكر الاستاذ سيدنا محمد كان كي يبدا الدرس يقول ابناء الطلبه، هذه بدايه درسه، هذا حسب ما يقولون الطلبه بتاعي يقول ابناء الطلبه. اليوم نفس الاستاذ اللي كانت الطلبه تكل الاحترام ترفضوا تماما في الكليه. يعني نقول له انسى كليات الحقوق، من مش تحكي كلية حقوق تونس، أن تنسى المحفظة لأنك خنت شرف المحفظة من أجل حقيبة ملوثة بدماء شهدائنا. هذه تحركات أخرى كما يخوض الاتحاد العام لطلبة تونس. أمال بالنسبة للوزير الجديد حافظ بن صالح، أمالكم في علاقة بكل هذه المطالب بالنسبة لطلبة الحقوق؟ والله طنك السلطة ما زلت إلى اليوم بيد حركة النهضة، راولا نتأمل خيرا في أي وزير ستنصبه هذه الحركة حتى من خلال أيديها اللي سوا ديزون مستقلين. حنعرفوا الأستاذ حافظ بن صالح له تاريخ لا داعي لذكره، أما إن شاء الله توليه للحقيبة هذه إن شاء الله يردم التاريخ اللي فات
وان شاء الله ما يصيرلناش معك كما صار مع الاستاذ نذير بن عمو. اني بكري نسمع في رفيق قيس يقول معناها الزوز معناها لسيد الجامعيين هذوما الزوز قراو في الكومبيوس تقريبا. احنا مشكلتنا في انه الوزير ياخذ فيهم الكومبيوس. ان شاء الله في الحكومه الجايه ناخذوه من كليه الحقوق خصوص. اي ان شاء الله. هو معلومه فقط انه البارح توجه وفد من الاتحاد العام لطلبة تونس ونقول هنا راه التحركات اللي نخوضوها في الكليات الكل هي بقيادة الاتحاد العام لطلبة مؤتمر بناء والمكونات اللي أصلا لا تعترف بمؤتمر بناء نأخذ التحركات مجمعين موحدين. اليوم البارح الوفد كان ممثل من جميع مكونات الاتحاد العام لطلبة تونس باستثناء المكون اللي يضرب في اللي يضرب التحركات هذه. حولت لمقر الوزارة. تحولنا لمقر الوزارة لمقابلة الوزير أو مدير الديوان أو أي مسؤول لأخذ المعلومة هل الوزارة مواصلة في القرار هذا أو لا. لكن للأسف فهمت هذا الكلام تقللنا واخذنا عن حسن النية. المبدأ القانوني يقول أصل الإنسان حسن النية. فهمت تخذنا أنه الوزير لم يباشر أصلا ما زال لم يباشر مهامه والطاقم الوزير لم يباشر مهامه. ان شاء الله يكون هذا الخبر ما هوش تملص من مقابله الاتحاد العام لطلبة تونس. نتمنى يكون هذا خبر صحيح. لكن اليوم نفاجئوا مازلنا المعلومه غير اكيده بانه تم امضاء القرار هذا. نقولوا للسيد السيد الوزير الجديد حافظ بن صالح انه هذا القرار على جثتنا انه ان يمر هذا القرار. المساله لا تعني الطلبه فقط ولا تعني التشغيل فقط، هذا تعني مستقبل البلاد. إذا عين 533 قاضي ومؤخرا في ندوة علمية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس سألنا رئيس جمعية القضاة عن نسبة متاع القضاة الضمة تقول نحن كنا ماشي بين ثلث، تقول أنهم ربع القضاة سيعين 25% من القضاة هم 530. يعني إذا مرر هذا القرار فسنقول وداعا لاستقلال القضاء مرة واحدة. يعني حتى في النظام السابق لم يحدث هذا. الماركة تتجاوز معركة تشغيل طلبة الحقوق ولكن يمكن الماركة الحقيقية هي استقلالية القضاء. هذا بالنسبة لملف كليات الحقوق. ملف ما حاجة يلزمنا نقولوها زاد الوزير الجديد وإلا الخبر الجديد خبر المصادقة على ليه مش خوف فيه ودي جاي يعرف الخبر المصادقة على القانون ذا أرى مش نهاية التحركات أرى نقلة نوعية في التحركات. إذا ثبت بالحق إنه تمت المصادقة على القرار ذا أرى المعتصمين في الكمبيوس ولا في سوسة ولا في صفاقس ولا في جيبس بيجوا يعتصموا عندك في الوزارة وحلها وقتها. ممكن تعتدي عليهم كما صار مع سيدنا نذير بن عمو. إذن هذا بالنسبة للتحركات أكيد تحركات كلية الحقوق وطلبة الحقوق لا زالت متواصلة. في آخر هذه الحصة باش نتوجه لبعض لأمال الهمامي نائبة أمين العام الاتحاد العام طلبة تونس مؤتمر البناء ببعض الاستفسارات. الاستفسار الأول هو حول نشاط قدماء الاتحاد هذا الأسبوع. قدماء الاتحاد قاموا بوقفة في ساحة القصبة للمطالبة برد الاعتبار لوضعية خاصة بعد فترات سجنية عاشوها وبعد اعتداءات كثيرة صارت لهم في العهد السابق. بالنسبة للاتحاد العام لطلبة تونس ما موقفكم من ذلك؟ بالنسبة للاتحاد العام لطلبة تونس مؤتمر البناء احنا عملنا ملف كامل هو الملف القانوني قاعدين نجمعه في معلومات ونتصله بجميع الرفاق اللي كانوا داخل الاتحاد من قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس نجمعوا في ملفاتهم القانونية من أجل أنه نبوا بها باش نتوجهوا بها إلى السلطات المعنية من أجل رد الاعتبار للمناضلين ذوما خاصة وأنه احنا حتى داخل المكتب التنفيذي عنا سجناء سابقين على خلفية نشاطهم النقابي ومو عنا 4 سجناء سابقين عنا كذلك مناضلين موجودين معنا اليوم في الساحة الطلابية وقع عليهم عنف هذو ما زاد ناخذهم بعين الاعتبار قاعدين نحضر في الملفات هذه. هو ملف كامل باش نخدموه على مستوى وطني في علاقة بجميع مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس القدامى والحاليين خاصة انه مجموعة كبيرة من كانوا سجناء في قضايا تتعلق بالاتحاد العام لطلبة تونس وطالبوا بالعفو ولكن المشكلة صارت أنه تم اعتبار القضايا تحمي قضايا حق عام وليست بقضايا انتماء أو قضايا سياسية وتقريبا ما استرجعوا حتى شيء من حقوق سرطلنا ذي خاصة احنا في 2008 احنا سجناء مطعم الجامعي بسوسة في 2008
تعدت لنا معناها كنا باش نحكم قانون الارهاب، تعدت لنا اقتحام مكان عام، نهب، اعتداء بالعنف على عملاء اثناء اداء لمهامهم واحتجازهم. ولليوم ما عطاوناش العفو التشريعي العام في القضايا هذه. كذلك ما احنا العفو التشريعي العام راهو اي احنا عندنا راهو موقف منه، احنا نقولوا ما ناخذوش عفو من حكومه النهضه، وبالتالي احنا باش ننتظروا الى احنا النضال هذا خذناه لاجل شعبنا ولاجل قضيه احنا نؤمنوا بها. مش لاجل الحصول على منحه او هبه او شغل او شغل تتمنى به حكومه من الحكومات الرجعيه علينا. لكن العفو التشريعي العام اليوم بالنسبه لمناضلي الاتحاد العام طلبة تونس هو حق مش منا، كيف ما يعملوا مع سجناء طيار الاسلام. شكرا امال بن قيس بوزوزية. بعد بضعه ايام الاتحاد العام طلبة تونس يحتفل بذكرى 5 فيفري، وكذلك يمكن الذكرى الاولى لاغتيال الشهيد شكري بالعيد. ماذا جهز الاتحاد العام لطلبة تونس لهذه الذكرى؟ في الذكرى الذكرى المزدوجه يعني في هو الشهيد شكري بعيد، هو قبل كل شيء هو الشهيد الاتحاد العام لطلبة تونس، هو لأنه هذه المدرسة الأولى اللي يدخلوها جميع المناضلين قبل أن يتوجهوا الأطراف ويتنظموا في أطراف سياسية. ذكرى سنة نوع نعد جميع الطلبة أنت أنها ستكون نوعية، سيكون حفل كبير في القبة بإحياء تأثيث فرقة جلجلانة ومجموعة من الفرق الأخرى، لكن إن شاء الله سيكون احتفال كبير. هذا في جانب، في جانب الاحتفالي، لكن سيكون فرصة لمزيد لم شمل الاتحاد العام لطلبة تونس. اليوم الاتحاد العام لطلبة تونس حتى مرت بلا تحكي أنه مؤتمر البناء اللي نحن فيه وأيضا لما همش في مؤتمر البناء شاركوا معنا البارح الوفد مكون تقريبا صورة جميلة جدا، فيها مكونات تقريب الاتحاد في فيها يعني فيها شخصياً عضو سياسي داخل مؤتمر بناء ورفاق مناضلين مكونات أخرى لا تعترف بمكتب بمؤتمر البناء. كان مشهد جميل خاصة هذا مشهد أول. مشهد ثاني ريتو في كلية الحقوق عندما تعرض الرفيقان هيثم همامي وعلي بوزير لاعتداء العنف مكونات الاتحاد التي تعب في مؤتمر البناء وخارج مؤتمر البناء يد واحدة يتصدوا للميليشيات هذوما يد واحدة. هذا تقريبا موقف ميداني، كان موقف ميداني من مكونات هذه مكونات الاتحاد العام لطلبة تونس. حتى لو ما توحدش في مؤتمر الاتحاد العام لطلبة تونس راه توحدوا الصحات توحدوا النضالات ونحترموا حقيقة. فهمت؟ نشيد برفاقنا في جميع المكونات اليوم اللي تتحرك وهي ماهيش مش موجودة في مؤتمر بناء تتحرك معنا، هي كتف بكتف بكتف وتقول موقف محترم جدا، تقول أنا أي وين ثم تحرك نضالي أنا موجودة فيه. هذا نحترمه جدا. اليوم التحركات في الجهات الكل فيها مؤتمر البناء وخو مناضلي الاتحاد العام طلبة تونس خارج مؤتمر البناء. اليوم نقول الذكرى ذي مش خاصة درست معجب مغرم زادة بالغنية برشا، نقول إن شاء الله اليوم السنة ذكرى 5 فيفري تكون فرصة كما نحبوها وإن شاء الله باش نعملوها. فمتى ذكرى اليوم احتفال حقيقي هو مزيد لم شمل الاتحاد عام طلبة تونس. واليوم الحادثة اللي صارت حقيقة الحادثة اللي صارت للرفيق هيثم همامي اللي هو سنة أولى حقوق والرفيق علي بوزوزية اللي حقيقة موانزا يموت موانزا هذه ما هيش واحد موانزا يموت على بعد 2 سنتيمترات تقريبا سكين على بعد 2 سنتيمترات يموت حقيقة. كنا عشنا حالة رعب فهمت كي سمعنا بالاعتداء هذا، وخاصة فوجئنا لأنه معلومة فقط بسيطة أنه المعتدي اللي حماه من الطلبة اللي تضرب فيه هو عليه في حد ذاته فهمت ارتمى عليه وحماه. اليوم بعد الاعتداء هذا تقريبا المكونات الاتحاد كل تتصل فهمت وتدعو للوحدة لأنه باتيك ما اسم معروف فمتدعو الوحدة ويقول اليوم لحظة متاع نضج في الاتحاد العام التونس لابد والكف كذلك على ظاهرة العنف داخل العنف. الجامعة التونسية ظاهرة كثيرة جدا يمكن تهدد لها تعصف حتى بالجامعة ككل. حقيقة الاتحاد العام طلبة تونس بجميع مكوناته حقيقة اللي في مؤتمر بناء وفي غير مؤتمر بناء لم يحدث عنف مطلقا. عملنا مؤخرا ندوة في منوبة كان فيها مؤتمر بناء ومكونات خارج مؤتمر بناء ندوة واحدة على طاولة واحدة نحكم على الطلبة. تحركات في اليوم في كلية حقوق تونس راه ما همش مؤتمر بناء برك، جميع مكونات الاتحاد العام لطلبة تونس مناضلة موجودة وياكلوا في ماكلة واحدة
ويطيبوا مع بعضهم بيتين في فرشة واحدة. اليوم هذا الاتحاد هذا نفهم وين توحيد الاتحاد. مسألة المؤتمر ومسألة الانخراطات، الاتحاد عمره ما كان انخراطات صدقني. بعدك ما دخلت من 2005 إلى أول انخراط ناخذه هو بعد 14 جانفي مؤخرا في ملف الاتحاد ما ذكرش حتى من انخراطي نمره قديش. هذا التوحيد الحقيقي للاتحاد عام تونس. اليوم الجهة والمجموعة مخاربة، اليوم الناس كل حسمت بها، وسيوحد الاتحاد حقيقة وسنتعامل بنضج مع جميع مكونات الاتحاد. هذه بالنسبة لي السنة إن شاء الله تكون الاحتفال الحقيقي بالذكرى 5 فيفري. هذا بالنسبة لي الاحتفال، الحفلات كل شيء. وذلك هي دعوة كذلك لكل الطلبة وكذلك حتى المواطنين والمجتمع المدني ونشطاء المجتمع المدني وحتى المواطن العادي أنه يحضر في هذه الذكرى. يلزمهم يدعموا الاتحاد العام. الاتحاد العام يكون احتفال كبير. نعانوا من حالة من وضعية مالية خانق. إلى حد هذه اللحظة ما تحصلت على حتى شيء من وزارة التعليم العالي. حصلنا على حتى شيء. أبار وزارة التعليم العالي احنا لليوم نجري وراء التأشيرة اللي قاعدين اليوم يساوموا فينا من أجل أنهم يمنحوها لنا على الهوية التاريخية للاتحاد العام لطلبة تونس. اليوم يساوموا فينا كيكسوا وزارة التعليم العالي وإلا الوزارة الأولى اعترفوا بالطلبة الإسلاميين كهيكل نقابي اسمه الاتحاد العام التونسي للطلبة، ونتخلوا على الفصل الثاني من قانوننا الأساسي اللي يقول الاتحاد العام طلبة تونس هو الممثل الشرعي والوحيد الطلبة. هذا نتخلوا عليه من أجل أننا نأخذ تأشيرة. احنا نعولوا على المجتمع المدني، على المواطنين، على مناضلي الاتحاد العام طلبة تونس، على الطلبة اللي يعرفوا ما معنى الاتحاد العام طلبة تونس، من أجل أنهم يخرجوا الاتحاد العام لطلبة تونس من الحالة المالية الخانقة هذه، وعز الله معنا على الأموال اللي باش يمنحوها لنا من أجل الاعتداء على تاريخية المنظمة. إذن الوضعية المالية الخانقة للاتحاد العام لطلبة تونسي تقريبا آخر فكرة في هذه الحصة من الشباب والطلبة. تحدثنا اليوم على موجة العنف داخل الجامعة التونسية، وكان منذ قليل معنا علي بوزوزي عضو مكتب فيدرالي في الاتحاد العام لطلبة تونس، وتعرض لاعتداء خلال هذا الأسبوع، اعتداء بسكين، كان اعتداء خطير برشا، ونشكره أنه حضر معنا في استوديو الحوار التونسي. كذلك تحدثنا على وضعية المنح الجامعية وإعادة تقسيم المنح الجامعية، وكذلك الطلبة اللي مازالوا ما تحصلوش على المنحة، منهم طلبة المرحلة الثالثة، ومنهم كذلك أمال الهمامي نائب التأمين العام اتحاد طلبة تونس ما تحصلتش على المنحة، خاصة طلبتنا بالخارج أي منذ 5 أشهر ما تحصلتش، وكذلك طلبة المهجر مازالوا ما تحصلوا على حتى منحة. كذلك تحدثنا على كلية الحقوق، عند مجموعة من التحركات يخوضوا فيها منذ 20 جانفي، تحركات لمجموعة من المطالب، يمكن أهمها هي مسألة انتداب 533 قاضي من غير بغير الرجوع إلى مناظرة وطنية واضحة ويتم فيها تشريك طلبة الحقوق. كل هذه المعطيات تحدثنا عليها في هذه الحصة. نشكر ضيوفي علي بوزوزي منذ قليل، قيس بوزوزي عضو مكتب تنفيذي، أمال همامي كذلك نائبة الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس مؤتمر البناء. موعدنا في الحصة القادمة اللي باش يكون موضوعها أكيد 5 فيفري، تحركات 5 فيفري، احتفالات 5 فيفري، وكذلك حتى نبذة تاريخية عن ذكرى 5 فيفري. متابعي قناة الحوار التونسي، إلى اللقاء.